توعية وتفكير، إرشاد وتوجيه وتعليم، نقل الفعاليات والعمليات والواجبات، توثيق الزيارات والمؤتمرات والنشاطات، نافذة الوزارة الإعلامية بموضوعية ودقة واحتراف، تغطية ونشر الأخبار والنشاطات العسكرية والمدنية، إدامة التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، التواصل مع جميع المنتسبين وتذليل جميع المعوقات، تنسيق مع المواطنين وجميع الدوائر والمؤسسات، مواجهة الدعاية المغرضة ودحض الشائعات، رفع الحالة المعنوية وإعداد البحوث الخاصة والدراسة، البناء المهني والمعنوي لدى المقاتلين، تعزيز قيم الانتماء والولاء. عنصر مهم وعامل أساسي من عوامل النصر، دور فاعل خلال عمليات التحرير، خبرة ميدانية بالتعامل مع الأزمات، الدقة والمصداقية أساس العمل، والواقعية في نقل جميع المعلومات، الاحترافية في التوثيق والتصوير والإخراج وفق أحدث البرامج والمعدات، تطور وتميز وإبداع، أساس المعلومة الأمنية الدقيقة، قفزات نوعية في مجال الإعلام التخصصي، مواكبة للتطور التكنولوجي في مجال الإعلام الحديث ووسائل الاتصال، انتقالة نوعية في مجال الإعلام العسكري، مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي.